إذا متابعينا الكرام، مجددا فضيحة، مهزلة، كارثة، تبهديلة في حضارة الجزائر بكل ما تحمل الكلمة من معنى. دبلوماسية الكوميديا، دبلوماسية المسخرة، هذا هو العنوان ديال هذا الفيديو. اليوم متابعينا الكرام، وزير الخارجية ديال حضارة الجزائر أحمد عطاف مشى استقبل وزير الخارجية ديال زيمبابوي. زيمبابوي دولة إفريقية كنسمعوها غير ملي كنشوفوا شي نكته. زيمبابوي مزيان. استقبلوا على اساس انهم يهضروا على المساله ديال البوليزاريو، المرتزقه ديال البوليزاريو. داروا واحد المنشور في الاول في الابواق الاعلاميه ديال نظام حضاره الجزائر ان احمد عطاف وزير الخارجيه الجزائري استقبل وزير الخارجيه ديال زيمبابوي باش يهضروا على مرتزقه البوليزاريو. الجزائريين ما فهموا حتى شي لعبه. الدنيا مرونه، غزه مرونه، فلسطين مرونة، الحرب والقتل والدمار وما إلى ذلك، وهذا مش استقبل وزير الخارجية ديال زيمبابوي باش يهضروا على البوليزاريو. فبعدما هذا المنشور تحول إلى مسخرة، أشنو داروا؟ مشات وزارة الخارجية ديال حضارة الجزائر حذفت المنشور ورداته بهذا المنشور اللي كتشوفوه الآن أمامكم على الشاشة. قال لك سيدي وزير الخارجية ديال حضارة الجزائر استقبل وزير الخارجية ديال زيمبابوي باش يهضروا على القضية الفلسطينية والوساطة وتردي الأوضاع وما عرفت شنو. دابا ردوها فلسطين، ما بقاش بوليزاريو، ما بقاش أنه استقبلوا على ود البوليزاريو، لا ولات على فلسطين. أنا بغيت نفهم أش دخل زيمبابوي في فلسطين؟ أش دخل واش زيمبابوي هي اللي غادي توقف الحرب؟ شوفوا التمسخير، التمسخير اللي كيديروا على البوصباعي. زيمبابوي عباد الله، زيمبابوي زيمبابوي حول ولا قوة الا بالله. الناس راه كدير وساطة في الشرق الأوسط، غادية من دولة لدولة في الشرق الأوسط باش يتوصلوا شي اتفاق ولا شي يعني شي حاجة اللي غادي توقف هذه الحرب وتدخل مساعدات لقطاع غزة. وهاد المكلخين، هاد المهرجين مستقبلين وزير الخارجية ديال زيمبابوي اللي هو في الأصل استقبلوه على ود البوليزاريو. دابا قال لك استقبلوا على ود فلسطين، اش غادي تقدم زيمبابوي لهذه القضيه؟ زيمبابوي دابا ولات هي اللي غادي توقف الحرب حسب نظام حضاره الجزائر المهرج، نظام مهرج بكل ما تحمل الكلمه من معنى. مستقبلين عباد الله وزير الخارجيه ديال زيمبابوي باش يهضروا على فلسطين. وشوفوا دابا التبهديله كيفاش دايره، المهزله. علاش قال لكم لافروف بانكم دوله بدون وزن ولا هيبه ولا على يعني ما عندكم حتى شي وزن على المستوى الدولي، على الساحه الدوليه. لافروف كان عنده الحق، حنا بطبيعه الحال كنا عارفين، لكن العالم الان اصبح مدركا ان حضاره الجزائر لا وزن لها ولا هيبه لها. والدليل انهم استقبلوا وزير الخارجيه ديال زيمبابوي باش يهضروا على فلسطين، وهما في الاصل استقبلوه من اجل مرتزقه البوليزاريو. وبعدما تعرضوا لوابل من السب والشتم في التعليقات، لانه كيف قال على ان الدنيا مرونه وهما مستقبلين وزير الخارجيه ديال زيمبابوي باش يهضروا على البوليزاريو. قلبوها ردوها كيهضروا على فلسطين. يعني كارثه، مهزله، تبهديله بكل ما تحمل الكلمه من معنى. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم.